وركنية للوحدات. هنا شرارة نجم الرمثة السابق شرارة ملعوب الكرة وأول الأهداف. دانيال عفانة هنا مدافع الوحدات هو من يفتتح التسجيل لمصلحة نادي الوحدات. وأخيرا الكرات الثابتة تجدي ثمارها عند نادي الوحدات. هذه الركنية أعتقد السابعة لنادي الوحدات، وفي النهاية الهدف يأتي لمصلحة الوحدات. هنا عن طريق المدافع دانيال عفانة ركنية نفذها شرارة، وهنا نجح دانيال بافتتاح التسجيل لمصلحة الوحدات. هدف مقابل لا شيء للوحدات، هدف هنا في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، والوحدات يتقدم في النتيجة. هذا شيء جميل في هذا اللقاء لنستمتع أكثر، لا نريد أن تبقى الأمور تسير كما نشاهدها، يعني مباراة تشعر بسبب الظروف.